في أصوات جميلة جدا في مصر، وفي فنانين كبار، وفي ناس بجمل المصريين بيغنوا لهجة المصري حلو. فأنا من أنا وصغير بحب المصري وبحب الأغاني المصرية، فاختاروني لأول شهر العار. الحمد لله توفقت فيها وحبوها الناس وكملنا هيك. بخصوص السؤال الثاني عن الشيخ مصطفى الجعفري، بوجه له تحية حبيب قلبي. كنت منشد أنا وصغير معه، والحمد لله بعدني على تواصل أنا وياه وعلى لقاء، يعني كثر خير الله. يعني أنا بفضل بس إنه غني، بنترك الألحان للملحنين، الشعر للشعراء. أفضل سؤال. أنا ما كنت غريب كثير، يعني كنت غريب شوي صغير. بعد كنت هيك بعدي أصلا صغير وهيك، كنت غريب فترات وهيك. هلا إن شاء الله لا، من يعني من فترة 7-8 سنين خلص مش عم غيب على الجمهور الحبيب، وعم نعمل أعمال دايما، عم نسبق بالتحضيرات إذا بدك. ما عم خليهم يشتاقوا لي ابدا، لانه انا ما بحب اشتاق لهم كثير، بحب دائما يكونوا معي ومحبيني، كل اللي بيسمعوني بحبوني. ان شاء الله هلا عنا ألبوم رح يخلص قريبا، ان شاء الله ان شاء الله يحبوا الناس. ادم نجم الختام بالمسرح الوطني محمد خالد، شكرا لك. شكرا لكم.